عبد العزيز السمحان ابن خالة محمد الدلال، عضو الحركة الدستورية، صار وكيل مساعد في هيئة الغذاء. شلون؟ هاي صدق صاروا حدث، صاروا مرة وزير، مرة وكيل مساعد، مرة عضو مجلس إدارة، مرة بالبترول. يا حليلكم ها الحكومة، نقول مبروك مبروك على الزواج الجديد والله، وعقبال الخلفة. أقول المواطن اللي قاعد طالعني، عندك خيارين، يا رحت تروح عدس ولا تروح تخلف. مبروك يا سمحان على المنصب الجديد، عقبال أصحاب الكفاءة يقولون عين بالكويت كفاءات. اللي بعده لا غلط.